بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده يوم مزدحم بالاحداث الرياضيه، هنقل لحضراتكم النهارده مباراتين على الهواء مباشره. المباراه الاولى في تمام الساعه 6:00، يعني بعد حوالي ساعه من الان، مباراه الكره الطائره رجال ما بين النادي الاهلي ونادي بتروجيت. المباراه تاتي في الدور الثاني في مسابقه الدوري العام، وبذكر حضراتكم فريقنا متصدر الدوري. المباراة الثانية إن شاء الله هننقلها لحضراتكم الساعة 8:30 كرة سلة رجال، الأهلي وسموحة، مباراة في الدور الثاني أيضا، يمكن الجولة قبل الأخيرة في الدور الثاني في الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة. المباراة أيضا ستقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل. والحقيقة بفكر حضراتكم بالمصادفة، الفرقتين كسبونا في الدور الأول، يعني بتروجيت فازت على النادي الأهلي في الدور الأول، إذا المباراة مهمة، مباراة تحمل العديد من المعاني. وأيضا الأهلي وسموحة في سموحة، المباراة الأولى في الدور الأول أيضا كان الفوز من حليف نادي سموحة، فإذا المباراتين مهمين جدا للنادي الأهلي. في البداية قبل ما نروح لمباراة الكرة الطائرة اللي هي مباراتنا الأولى، نتناولها تحليليا وفنيا. بحب أرحب بضيوفي في البداية، الكابتن ممدوح إسماعيل نجم منتخب مصر والنادي الأهلي وعضو لجنة انتقاء المواهب بالنادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك كابتن هيثم. برحب بالكابتن احمد زكريا نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي ومدير قطاع الناشئين ايضا بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا فاهم. كابتن احمد، يمكن زي ما قلت في المقدمه، مباراه يعني هي اللي كعبلتنا لنا الدنيا في الدور الاول. اهميه المباراه للفرقتين ايه يا كابتن؟ وطبعا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني ان شاء الله يعني هي تكون المباراه الاولى دي كانت كبوه كده، ويعني تفوقت الفريق، يعني عشان كده الفريق بعد كده مشي كل ماتشاته كانت تقريبا 3-0 فوز. لكن يعني كانت يمكن كان يعني الحمد لله جت في اول الدوري، فكانش ليها اهميه. الاهميه. طب شايف النهارده يعني بتهيألي الفرقه يعني مركزه؟ لا خلاص، يعني الفرقه بعد ماتش الزمالك وتصدرت الدوري، فهيبقى يعني صعب ان هو اي فرقه تقف قدامها، خاصه يعني بعد مرتفع كتير وتصدر الاهلي تصدر الدوري، فهيبقى صعب قوي اي فرقه تقف قدام النادي الاهلي. يا رب. كابتن ممدوح، اهميه المباراه للفرقتين، وشايف طبعا مباراه الدور الاول ازاي، والمباراه دي هل تشبهها ولا الظروف مختلفه؟ هو طبعا ماتش النهارده ليه طابع خاص، لان بين اثنين مديرين فنيين اخوات، كابتن هاني مسلحي وكابتن محمد مسلحي. ويمكن الماتش الاولاني بعد ما خساره النادي الاهلي، لان كانت بتروجيت على مدار السنين كانت تملي بتعمل صحوه، او بيسموه كان الحصان الاسود، في مواسم كتيرة جدا كان بيكسب الزمالك وكان بيكسب الجيش، وأول مرة السنة دي كسب النادي الأهلي في الأدوار التمهيدية، رغم أن كان النادي الأهلي كسبان ماتشين في الأدوار التمهيدية. فاللعيبة استوعبوا الدرس، وهو كان حافز بالنسبة لهم في ماتش الزمالك أن هو عايز يتصدى، فبالنسبة له خسارة أي نقطة كان معناها أن هو الدوري يضيع. فأعتقد من النهاردة مش هيسمحوا تاني أن ممكن يخسروا اي بنت يدخلهم في حزبه بيرما وكان ابو زيت مغازيت. فماتش النهارده ليه حسابات، في اخوات في الفرقتين، عندنا النجم احمد قطب مع علاء قطب الناحيه الثانيه بيلعب في بتروجيت، في اثنين اخوات في نادي بتروجيت، احمد عزب وشهاب عزب، في لعيبه كانوا مدربين لقاء الاشقاء النهارده فعلا يعني. في توأمه بين النادي الاهلي ونادي بتروجيت. بتروجيت نقول يعني الاهلي به يعني تقريبا، يعني هو طول عمر بتروجيت يعني تقريبا في علاقات طيبه، كل لعيبه يعني من اول ما انشئ النادي اعتقد سنه 2002 كان على ايد لعيبه النادي الاهلي، كان جيل ممتاز جدا، ويمكن كان يعني كابتن ممدوح مسكت الفرقه فتره يا كابتن. دي حقيقه. وكان موسم 2008-2009، وكان الموسم اللي قبل اللي فات يمكن مسكتها مرتين. في المره الاولانيه حققت نتائج كويسه، كان كسبت الزمالك سنتها 3 مرات، وكسبت الجيش، وكنت بنافس الاهلي. يمكن معروف عن بتروجيت على مدار كابتن احمد زكريا مسك بتروجيت فتره من الفترات، وكان عامل نتائج كويسه. ولاد النادي الاهلي تملي بعد حكايه كابتن وليد سليمان والشناوي، فهنا في توأمه بين النادي الاهلي ونادي بتروجيت، بيعتبروا حتى يمكن كابتن محمد مسلحي استفاد من التوأمه دي في وجود كابتن هاني مسلحي،
ووجود كابتن ربيع ياسين اللي احنا بنبارك له بالنتائج الهائله اللي محققها خلال الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا. بس غريبه يا كابتن، يعني انا برضو لو تفتكر حضرتك بعد 2011 2012 كان في انديه الشركات، شركات البترول بالاخص في الالعاب الاخرى يعني وقفت، وشفنا شركات كتير، كان فرق في الملعب يعني فرق بتلعب باسكت وطايره. بتروجيت النادي الوحيد اللي فضل محافظ على فريق الطايره بتاعته، يعني يعني الكوره والطايره. فاذا الكوره الطايره في يعني في بتروجيت ليه اهميه، يعني دايما بيدعموها بشكل كبير. هي دي حقيقه، ان مجلس اداره بتروجيت مهتم، يمكن السنه دي كمان اتفق مع كابتن هاني مسلحي في وجود اثنين محترفين ووفر له الامكانيات على حيث ان هو يخش ضمن المربع. بس هو القصه في بتروجيت ان احنا نستمر، ما يبقاش ماتش الحصان الاسود يحقق نتيجه في عدد ماتشات معينه ويبقى في نص الدوري. هو نفسهم يخشوا المربع، في نفسهم ان هم ينافسوا على البطوله. ازاي اعمل ده؟ ده صناعه من المسؤولين، حسابات النهارده اجيب ازاي متخصصين في كل حاجه وخبر حياتك لعيبه يبقى عندها. كابتن ده ملخص مباراه الاهلي والزمالك اللي حضرناه مع بعض هنا في الاستوديو. اسف لقطعت حضرتك، بس احنا بنوضح للناس ان ده مباراه مسجله، مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت على طول واللي فزنا فيها 3-0. اسف يا كابتن قطعت حضرتك، اتفضل. هو ازاي الاستمراريه؟ ان ازاي افضل محافظ ان انا انافس على البطوله؟ ازاي اجيب متخصصين في كل المجالات؟ هتفرق كتير جدا مع الفرقه زي ما يمكن المره دي اجاب كابتن ربيع. فعلا هو للاسف فرقه الكوره كانت نزلت لبيه، فده ما كانش طبعا في النادي الاهلي. كان كابتن مختار في وقت من الاوقات كان في المربع الذهبي وفضل سنين طويله في المربع الذهبي. فهي دي بيعيدوا الحسابات، المسؤولين بيعيدوا الحسابات تانية علشان يرجعوا تاني للمستوى الاول ويبدا تبقى بتروجيت فعلا عرفنا عنهم ان هم نادي بطولات. صحيح. ازاي اعمل بطوله؟ فده لي شغل تاني. خلي بالك كابتن برضو، يعني مش عارف كابتن احمد رايه ايه برضو، يعني بيتهيألي كل ما يبقى فيه عدد من الفرق يعني تملك يعني مجموعه من لاعبين جيدين، فرقه كويسه بتنافس، اكيد ده في الاخر بيصب مصلحه المنتخب. وانا شايف دلوقتي ان مجلس الاداره بتاع حتى بتروجيت بقى كلهم معظمهم رياضيين يعني. فعلا. يعني مثلا يعني كان كابتن خالد عباس هو المدير التنفيذي بتاع النادي برضو. كان لاعب في دلوقتي كان لاعب في نادي الاهلي ومدرب برضو. في دكتور عمرو طه هو يعني دكتور النادي عمرو طه. يعني هم دلوقتي يعني كابتن هشام ابو سريع برضو كان مدير النشاط الرياضي هناك. فعشان كده كانت يعني هم ابتدى الرياضيين يدخلوا تاني، فابتدى بتروجيت يعني ترجع. لا بس احنا بنحييهم هنا ان هم محافظين على الفريق. يعني يا كابتن بالرغم زي ما قلت لحضرتك ان في فرق كتير يعني كانت باسكت وطايره وغيره قفل يعني طول عمر يعني بتروجيت من اول ما اتكونت وهي هي يعني زي الكوره. انا عاصرتهم كانوا لسه في به، كانت 2003 وطلعنا الدوري الممتاز 2004، طلعنا مركز سادس وكانت اول مره نشترك يعني في الدوري الممتاز. مسكتهم 2009 2010 وطلعنا مركز ثالث برضه يعني. ما شاء الله. فيعني اذا تاريخ تاريخ جيد وفرقه محترمه. طب كابتن يعني خلينا نروح لفرقتنا، شايف اي جديد، اي امور طرقت عن ماتش الزمالك اللي احنا بنشوف يعني لقطات منه دلوقتي او ملخصه؟ هل حضرتك شايف في جديد في فرقه، في اصابات لا قدر الله، في امور من كده؟ هو يعني هو طبعا بعد ماتش الزمالك كان عندهم مباراه المؤجله بتاعت الترسانه وكسبوها، وكان بعديها يوم الاثنين اللي فات كان مع سموحه، بس طبعا اتاجلت عشان يعني وفاه يعني الكابتن محمد الحسيني واخوه برضو عبد الرحمن الحسيني. فيعني الاهلي يمكن انا شايف مباراه قويه وبعد مباراه الزمالك تقريبا، فدي انا شايفها دي في مصلحتهم ان الفرقه يعني اعادت تاني الاستشفاء بعد المجهود الكبير بتاع الدور الاولاني. بس ما عندناش اصابات يا كابتن الحمد لله. هو كابتن ممدوح بس بيقول لي محمد عادل برضه هو يعني شويه عنده مشكله في مشكله في ركبته، يمكن راح خد حقنه من يومين والدكتور كتب له شويه تاهيل وعلاج طبيعي وماشي يعني في العلاج. النهارده كابتن على الموضوع هو موجود على دكه الاحتياط، انما مش هيبدا الماتش، انما لو احتاج له طبعا كابتن محمد مسالحي هو مش هيقدر يتاخر طبعاً. بس موجود النهارده عبد الرحمن سعودي وعبد الحليم عبو وعبد اللطيف عثمان، كازيمير المحترف. النادي الاهلي مليء بالنجوم، فما يقدرش النهارده يعني نقول ان هو
هيحصل لا بس محمد عادل لعيب مهم جدا جدا، بس الاهلي مش هيتاثر بغياب ان هو عنده يعني 14 واحد يعني ممتازين جدا، واي واحد بينزل بيأدي، ويمكن عنده بره الليسته برده لعيبه كويسين جدا يعني. صحيح. الاهلي عنده يمكن ثلاث فرق ممكن يلعب بيهم، ثلاث اجيال او اربع اجيال، لا ثلاث فرق يعني 18 لاعب ممكن يلعبوا، لا وعمر سنيه مختلفه يعني ما شاء الله على ثلاث اجيال او اربع اجيال سنيه، فده بيدي طبعا نوع من الخبره والشباب. طب كباتن يعني ممكن نستعرض مع الساده المشاهدين طبعا بعض المعلومات المهمه عن الفريقين، هنبتدي بالجهاز الفني لطائره رجال الاهلي. اتفضل يا كابتن ممدوح. كابتن محمد مسلحي مدير فني، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، كابتن ايمن علي اداري، كابتن احمد سعيد محلل تقني، عبد الرحمن مكي مدلك، احمد رشاد مهمات. حضرتك ليك اي تعليق على الجهاز الفني؟ كل موجود الحمد لله، ما فيش اي تغيير طرأ على الجهاز الفني. هو بالنسبه للجهاز الفني الناس مستعدين، يمكن حللوا الماتش الاولاني بتاع الدور الاولاني في الادوار النهائيه، ووقفوا على نقط الضعف عشان النهارده نقدر نلعب عليها. يمكن برضه من معلوماتي ان كابتن احمد صلاح ممكن ما يبداش الماتش، في احمد قطب النهارده هيبقى مولد ورجوع نجم تاني، لان احمد قطب ليه تاريخ كبير من هو في الشباب، لان كان بدايته كان معد، ويمكن لقيته في ماتش جامعات، كنت ماسك فرقه جامعه القاهره، فلقيته اطول من 2 متر وبيشوط الكوره من تاني دور، واخبار حياتك؟ فقلت له ازاي انت بتلعب معد؟ لازم تلعب ضريب. ويمكن كابتن ابراهيم فخر الدين كان ماسك الفرقه في الوقت ده للنادي الاهلي، ودخلت له الملعب قلت له دوت اللاعب ده كان بيلعب فين في النادي الاهلي، موجود في موجود في النادي الاهلي، بس حضرتك كنت يعني سبب تغيير البوزيشن بتاعه. هو كابتن ابراهيم انا لعبته في ماتش الجامعه ضريب، انما في النادي الاهلي الكابتن ابراهيم اللي هو اول ما شافه واخبار حضرتك ولعب شوت من عالي فعلا، ومن ساعتها كانت انا ماسك فرقه الشباب في 21 سنه في النادي الاهلي، وكان في منافسه جامده جدا من الجيل ده، لان كان رضا هيكل نجم نادي الزمالك واحمد قطب في النادي الاهلي، وكسبنا البطوله دي سنتها، وكان بدايه احمد قطب، واللي دخل بعد كده لما احمد صلاح راح نادي الجيش، احمد قطب تالق مع النادي الاهلي وبقى هو من ضمن اللعيبه اللي هي بترجح كفه النادي الاهلي. صحيح. احسن لاعب، احسن اهل لاعب في افريقيا، كان بطوله افريقيا 2015 كان احمد قطب، وكان حسام برده ما شاء الله، حسام يوسف برده اخذ احسن يعني معيد. النهارده هنشوف عوده احمد قطب بشكل ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن احمد استاذن حضرتك، نستعرض طبعا الجهاز الفني لطائره رجال بتروجيت. زي ما قلنا طبعا بتروجيت معظمها كان لعيبه في النادي الاهلي، فهنقول دكتور عمرو طه عضو مجلس اداره والمشرف العام على الفريق، وده كان لاعب في النادي الاهلي وفي منتخب الناشئين والشباب، وانتقل بعد ما صعد للفريق الاول انتقل للنادي بتروجيت، وهو كان مؤسسين من الفريق الاول. ممتاز. كابتن هاني مصلحي طبعا مدير فني، وده كان برضه لاعب في النادي الاهلي وزميل، ويعني شخصيه جميله جدا ومدرب، يعني فعلا حسن اختيار الكابتن هاني مصلحي للمنصب ده. هنقول الكابتن احمد نجيب مدرب عام، وبرضه كان لاعب في النادي الاهلي. تمام. وانتقل برضه من الجيل الاوائل. كابتن حسام شكري مدرب عام، وكان لاعب في نادي الزمالك، وكان معد برضه يعني مدرب يعني قدير برضه هو كمان. في الدكتور بلال عامر مخطط احمال، وهو دكتور تربيه رياضيه، وحسن اختيار، ويمكن اعتقد ان هو فرق معاهم كتير قوي، ان هو شخصيه يعني فاهم كويس قوي في البدني وبتاع، فهو يعني اختيار جيد جدا. دكتور محمد سعيد طبيب برضه الفريق، وبرضه يعني دكتور علاج طبيعي وفاهم شغله كويس قوي، فالجهاز ما شاء الله يعني كلهم يعني متخصصين، كل واحد فعلا في مكان المناسب بتاعه. كابتن خالد السعيد مدير اداري، كابتن خالد السعيد مدير اداري، وباسم محمد حسن اداري، وكابتن طارق كريم اخصائي علاج طبيعي وتاهيل، وكابتن شادي فهيم محلل اداء. تهيألي برضه يا كابتن يعني الجهاز الفني ان بتروجيت برضه فيه تخصصيه. تخصصيه يعني كلهم ما شاء الله متشابهين بشكل كبير، حتى في العدد قريبين جدا من الجهاز الفني نادي تقريبا يعني هو جهاز متكامل، ما فيهوش يعني ما فيهوش نقص عددي يعني في والتخصصيه ومخطط احمال لا ما شاء الله، عشان كده هم يعني هم ما شاء الله يعني السنه دي، ويتمنى ان هم يستمروا بهذا مدرسه النادي الاهلي.
تملي كل مدير فني طالع من النادي الاهلي بيشتغل بنفس المدرسه وبنفس السيستم واحصائيات وسكاوتنج واحمال كلها بتبقى اساليب علميه فعلا بيقدروا اولاد النادي الاهلي يثبتوا في اي مكان تقدمهم ورياضتهم دي حقيقه. طب كابتن خلينا نستعرض قائمه طائره رجال الاهلي سريعا كده، اتفضل يا كابتن. كابتن عبد الله عبد السلام رقم 2 صانع العاب، عبد الحليم عبو رقم 3 ضارب من مركز 3، كابتن احمد صلاح رقم 4 ضارب من مركز 2، عبد الرحمن سعودي رقم 5 ضارب من مركز 3، كازيمير رقم 6 ضارب من مركز 3، محمود رؤوف رقم 7 ضارب من مركز 4، عبد الرحمن الحسيني رقم 8 ضارب من مركز 4، محمد معوض رقم 9 ليبرو، محمد عادل رقم 10 ضارب من مركز 3، احمد عبد العال رقم 11 ضارب من مركز 4، حسام يوسف رقم 12 صانع العاب، ريموند رقم 13 ضارب من مركز 4، احمد قد رقم 15 ضارب من مركز 2، محمد رمضان رقم 17 ليبرو، احمد سعيد رقم 18 ضارب من مركز 4. كده 15 لاعب يا كابتن؟ 15 اه انا شايفهم 15 15 لاعب فاحنا اكيد هيبلغونا اكيد اللي هيلعب المباراه. هو تملي كابتن محمد عامل حسابه ان هو في التسخين بيبدا بيسخن ب 15 لاعب علشان لو في اي ظروف مش في حالته، اي اصابات واخد بالك ممكن يطلع حد بره، فدي حاجه كويسه اكيد فعلا. اكيد مراسلينا في الملعب هيقولوا لنا طبعا، دي حقيقه الملعب اكيد هيقولوا لنا القائمه بالظبط او قائمه المباراه كام. كابتن احمد اجل حضرتك قائمه طائره رجال بتروجيت، هم طبعا مش محددين المراكز بس انا طبعا يعني يمكن برضه عارفهم. فكويس فرقم 1 عمر زكريا احمد وده مركز 3 وكان لاعب برضه في منتخب ناشئين وشباب في النادي الاهلي. ده خلفتك ده ولا يا كابتن؟ لا يعني احمد يعني عاكس الاسم شويه بس تمشي يعني. لا بس لاعب ممتاز ولاعب يعني كويس وكان يعني برضه يمكن راح اعاره لسه السنه دي، هو لسه كلهم الجيل اللي طلع جديد اه يعني راح فانتقلوا كلهم على تروجيت. في علاء محمد قطب رقم 2 وده معد برضه اخو احمد قطب تمام برضه كان لاعب في النادي الاهلي. في مهاب وليد عمر رقم 7 وده معد كان نادي الشمس وانتقل للنادي البتروجيت. في مروان عاطف احمد رقم 8 وده لاعب مركز 4. في كريم احمد معتز رقم 9 وكان برضه لاعب في النادي الاهلي وبيلعب في مركز 3 وابن الكابتن احمد معتز كان لاعب في النادي الاهلي ونادي الزمالك وكان لاعب عظيم يعني. احمد حماده عبد ربه رقم 11 وده لاعب مركز 4 وكان لاعب في النادي الاهلي وبرضه انتقل للجيش وبعدين راح بتروجيت. احمد عزب السيد رقم 12 ده لاعب مركز 4 وفي يوسف مرجان رقم 14 وده معد برضه وابن النادي الاهلي وطالع اعاره طالع اعاره وده معد وبرضه يعني هو ده يمكن بيعدوه عشان يبقى خليفه ان شاء الله مستقبل ان شاء الله عبد الله ان شاء الله. شهاب عزب السيد رقم 16 وده بيلعب مركز 2 وهو اخو برضه احمد السيد ولاد الكابتن عزب شرباجي ودول طبعا اثنين لعيبه ممتازين جدا. في رقم 17 اسلام ساجد حلاب ده تقريبا محترف العراقي مركز 3 تمام. يوسف الصافي رقم 19 ده برضو راح اعاره من النادي الاهلي ابن كابتن حمد الصافي حمد الصافي ده مركز 4 وهو في برضو ان شاء الله في كابتن حمدي عنده برضو حمزه الصافي مركز 4 وده هيبقى برضو ده مفاجاه النادي الاهلي ان شاء الله يعني بس هو لسه تحت 15 سنه بس ماشي ما بيقدرش اه لما بيلعب 15 ولا 17 بيلعب حمزه اللي هو اخو يوسف الصافي اخو يوسف تمام. بعد كده في شريف احمد ايمن شريف ايمن محمود رقم 22 23 وده مركز 2 وبرضو كان لاعب في النادي الاهلي. باسل صلاح الدين رقم 18 وده ليبرو كان لاعب في النادي الاهلي برضه. عبد العزيز عامر رقم 22 لا لا ما ده تقريبا اكيد ده الليبرو الثاني تقريبا الليبرو الثاني واكيد هيجي لنا معلومات. طب متشكرك يا كباتن، هنروح لفاصل سريع اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تحليلنا الفني لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الكره الاهلي وبتروجيت انا اسف في الكره الطائره ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين طبعا تحليلنا الفني لمباراه الكره الطائره رجال والتي ستقام الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، مباراه الاهلي وبتروجيت. خلينا افكر حضراتكم اللي مش هيقدر يتفرج علينا على شاشه قناه النادي الاهلي في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب شانل. ارجع لضيوفي، يعني كابتن ممدوح، يمكن محتاجين نستعرض بعض البيانات الاخرى لمشوار الاهلي في بطوله او دوري الكره الطائره، يمكن كان في جوله اولى وجوله ثانيه، فممكن نستعرض مع الساده المشاهدين نتائج سريعه. اتفضل يا كابتن. يمكن مشوار النادي الاهلي الجوله الاولى اللي هي في الادوار النهائيه الفوز على نادي سموحه 3-0، الجوله الثانيه الخساره امام بتروجيت 2-3، الجوله الثالثه الفوز على نادي هليوبلس 3-0، الجوله الرابعه الفوز على ترسانه 3-0، الجوله الخامسه الفوز على سبورتنج 3-0، الجوله السادسه الفوز على الداخليه 3-0، الجوله السابعه الفوز على الطيران 3-0، الجوله الثامنه الفوز على الاتحاد السكندري 3-0، الجوله التاسعه الفوز على طلائع الجيش 3-1، الجوله العاشره الفوز على نادي القناه 3-0، الجولة 11 الفوز على نادي الزمالك 3-0، الجولة 12 المباراة كانت مؤجلة أمام نادي سموحة وهترحل ليوم 7/4 إن شاء الله. 7/4 يعني كابتن، خلينا معلش خلوا الجدول كده يا جماعة. إحنا بال 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 يعني بالفحص السريع كده إحنا خسرنا أربع أشواط فقط في مجمل أشواط، مش مباريات، أشواط في مجمل مبارياتنا كلها كابتن، صح؟ دي حقيقة. واحد من طلائع الجيش وثلاثة من بتروجيت، دي حقيقة. يعني بتهيألي يا كابتن يعني ده يدل على أداء فرقتنا القوي. هو فعلا النادي الأهلي بيسطر السنة دي نتائج إيجابية، يمكن باستثناء الأربع أشواط اللي حضرتك تفضلت وقلت عليهم، ثلاث أشواط في ماتش بتروجيت، وده يمكن اللعيبة زي ما قلنا استوعبوا الدرس، ويمكن النهاردة الجماهير كلها مستنيه من ساعه ما الماتش الاولاني بيسالوا هو الماتش الثاني امتى؟ وفعلا ما عرفوا ان الماتش الثاني، وقناه النادي الاهلي عامله سبق وبتذيع الماتش، فماتش هيبقى ليه طابع خاص ان هو فعلا اللعيبه توري لجماهيرهم ان هم فعلا بعد ما تصدروا والفوز على الزمالك صعب ان هم يفرطوا في اي نقطه ثانيه خلال المشوار بتاع بقيه الدور الثاني في الادوار النهائيه. ان شاء الله يا كابتن. كابتن احمد اجي لحضرتك، مشوار بتروجيت في دوري كره الطائره، اتفضل يا كابتن. هو طبعا انا شفت كان اول مره اشوفهم، كانت في الدور التمهيدي الاول والثاني، كان مباراتين والاهلي كسب 3-0. انا قلت الفرقه دي يعني مرشحه ممكن للدور يعني تبقى مركز رابع يعني ده، لكن هم حاليا في مركز سادس، وانا شايفهم هتتحسن الفرقه يعني جهاز محترم جدا، اللعيبه كلهم صغار السن، لعيبه حماس واقوياء ويعني. طب خلينا نستعرض، يمكن النتائج ما بتكذبش، اتفضل يا كابتن. فالجوله الاولى كانت الخساره امام طلائع الجيش 3-2، الجوله الثانيه الفوز على الاهلي 3-2، الجوله الثالثه الخساره امام الزمالك 3-0، الجوله الرابعه الخساره امام سموحه 3-0، الجوله الخامسه الخساره امام القناه 3-2، ودي طبعا يعني ثلاث ماتشات خسروهم بعد ما كسبوا النادي الاهلي وطلعوا من طلائع الجيش 3-2. والجوله السادسه الفوز على هليوبلس 3-0، الجوله السابعه الفوز على ترسانة 3-1، الجولة الثامنة الفوز على سبورتينج 3-1، الجولة التاسعة الفوز على الداخلية 3-1، الجولة العاشرة الخسارة أمام الطيران 3-2، الجولة 11 الفوز على الاتحاد السكندري 3-0، الجولة 12 الخسارة أمام الطلائع 3-1، والترتيب اللي هو الترتيب السادس ب 20 نقطة، يعني ست مباريات مكسب وست خسارة يعني. والله يا كابتن أنا يعني بالنظر كده برضو يعني من النتائج الغريبة إنه يعني خسارة القناة 3-2. القناة وال يعني القناة أوريدي في ترتيبها في الدوري متأخر عنهم. فدي كانت خسارة غريبة شوية، زائد برضو مكسب الاتحاد الإسكندري 3-0. برضه ده هم يمكن هم خسروا مثلا من الفرق المقدمه قوي، خسروا من سموحه، خسروا من طلائع الجيش، خسروا من الاهلي، من الزمالك، ودي الخساره المنطقيه، لكن ما يقدرش يعني فرقه موجوده دي ما يقدرش يخسر بقى من اي فرقه ثانيه عشان يقدر هو ينافس بقى المركز الرابع او المركز الخامس يعني. صحيح يا كابتن. طيب احنا بس هنستعرض مع حضراتكم سريعا مواجهات الاهلي وبتروجيت الموسم اللي فات او الموسم اللي احنا فيه يعني. دوري المجموعات الاول هم كانوا معانا في المجموعه، كان في مباريتين
ذهابا وايابا فزنا 3-0. عشان كده يمكن ده اللي عمل حاله من يعني الاريحيه مع اللاعبين. دخلنا في الدور النهائي فاكرين احنا نكسب 3-0، ولكن بتروجيت فازت 3-2. الدور النهائي بقى اللي هو الدور اللي هو في النهائيات، الدور الاول هو فوز بتروجيت 3-2، ودي كانت المباراه الحقيقه اللي كانت عملت لنا مشكله واللي عملت شدت الامور جامد في ماتش نادي الزمالك. طيب خلينا نستعرض جدول ترتيب الدوري الممتاز، وخلينا نروح لكابتن ممدوح نستعرض الجدول وهوضح لحضراتكم موضوع يعني امر مهم في بالنسبه للترتيب، بس بعد ما كابتن ممدوح يستعرض معانا. اتفضل يا كابتن. طبعا في نهايه الدور الاولاني في الادوار النهائيه النادي الاهلي لعب 11 ماتش، فاز في 10 خسر في مباراه، له 32 شوط عليه 4 اشواط، النقاط 31 ومركزه الاول. نادي الزمالك لعب 11 ماتش، فاز في 10 خسر ماتش الاهلي، ليه 30 شوط عليه 7 اشواط، 29 نقطه، ترتيبه المركز الثاني. نادي سموحة لعب 11 ماتش، فاز في 8 خسر في 3، ليه 26 شوط عليه 14 شوط، ليه 25 نقطة، ترتيبه في المركز الثالث. نادي طلائع الجيش لعب 12 ماتش بزيادة ماتش في الدور الثاني في الأدوار النهائية، كسب 8 خسر 4، له 27 شوط عليه 16 شوط، ليه 24 نقطة، ترتيبه في المركز الرابع. الاتحاد السكندري ليه لعب 11 ماتش، كسب 7 خسر 4، ليه 24 شوط عليه 20 شوط، نقط 19 نقطة، ترتيبه في المركز الخامس. نادي بتروجيت لعب 12 ماتش، كسب 6 خسر 6، ليه 25 شوط عليه 23 شوط، ليه 20 نقطة، ترتيبه في المركز السادس. ليه هنا بنسأل السؤال رغم ان بتروجيت عندها 20 نقطة والجيش عنده 19 نقطة؟ احنا قلنا في لائحة الاتحاد السنة دي ان هو الترتيب بالفوز عدد الماتشات اللي فاز فيها النادي. هنا نبص النادي الاتحاد الاسكندري متقدم على نادي بتروجيت في المراكز، لان كسب 7 ماتشات وخسر 4، نادي بتروجيت كسب 6 وخسر 6. تمام. طيران بعد كده يا كابتن؟ نادي الطيران لعب 11 ماتش، كسب 4 ماتشات، خسر 7، ليه 18 شوط، ليه 26 عليه 26 شوط، ليه 11 نقطة، ترتيبه في المركز السابع. نادي سبورتنج لعب 10 ماتشات وليه ماتشين متأجلين، كسب 4 ماتشات، خسر 6، ليه 15 شوط عليه 26 شوط، ترتيبه في المركز الثامن وليه 8 نقط. ودي برضو نفس القصة بيفسر ليه الطيران قبل سبورتنج. دي حقيقة. اتفضل يا كابتن. نادي الترسانة لعب 12 ماتش، كسب 3 خسر 9، ليه 14 شوط عليه 29 شوط، ليه 10 نقط، ترتيبه في المركز التاسع. نادي الداخلية لعب 11 ماتش، ليه شوطين، فاز في مباراتين، خسر 9، ليه 13 شوط عليه 28 شوط، ليه 8 بونت، ترتيبه في المركز العاشر. نادي القناة لعب 10 ماتشات، كسب ماتشين خسر 8، ليه 10 اشواط عليه 27 شوط، ليه 5 بونت، ترتيبه في المركز ال11. نادي هليوبلس لعب 8 ماتشات وليه ماتشات 4 ماتشات مؤجلين لان كان عندهم بعض الافراد عندهم كورونا، فاز في ماتش واحد خسر 7، ليه 8 اشواط عليه 22 شوط، عنده 5 بونت، ترتيبه في المركز ال12. نعم كابتن احمد، يمكن بعد ما تفضل كابتن ممدوح وقال ترتيب الفرق، اللي اعرفه ان ال 12 فريق دول ما فيش هبوط منهم لان هم بيلعبوا فوق، مظبوط؟ لا تحديد الهبوط بيبقى في 12 فريق تانيين بيلعبوا من بيلعبوا من 13 ل 24 وده اللي بيحدد الهبوط، انما احنا في ال 12 فرق دول هو ترتيب يعني الناس ممكن تقول القناه واليوبلس عشان متاخرين في ترتيب الجدول ممكن ينزلوا. لا هو لائحه المسابقات السنه دي، هو احنا عندنا 24 نادي بيتقسم لاربع مجاميع، كل مجموعه ست فرق بياخدوا اول وثاني وثالث المجاميع وبيعملوا 12 فريق، دول بيلعبوا ادوار نهائيه من دورين اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا فيه طبعا. خلصنا الدور الاولاني في الدور النهائي، واحنا بدانا اول ماتش النهارده بعد ماتش سموحه اللي اتاجل، يعتبر ده ثاني ماتش في الادوار النهائيه الثانيه، وبالتالي فاضل لنا 10 ماتشات على نهايه الدوري. وبالنسبه للهبوط السته بقى اللي بتاخدوا اللي هم رابع المجموعات
بيلعبوا على الهبوط صح ولا انا غلطان؟ لا هو بيحصل ترتيب من 13 لحد 24 واخر اربعه وخبر حضرتك هم اللي بينزلوا. تمام. لان هو انا برضو انا سمعت برضو انه هيبقى الدوري السنه الجايه هيبقى 12 فريق وال11 وال12 هيلعب من 13 وال13 وال14 هيبقى من هياخد مكان 11 و12 دي انا سمعتها. يعني الهبوط هيبقى في المجموعتين ينزل ده تحت وده يطلع فوق. يعني ده اللي انا سمعته بس طبعا غريبه جدا ان هو يبقى ال11 و12 ياخد مكان ال13 وال14 فدي ولا 13 و14 يطلع يلعب يبقى 11 يلعب ترقي. من 12 بس ترقي داخلي هو ما كان المفروض يعني طبعا ممكن كان يعملوا منهم دوره رباعيه ويصعد الاثنين اللي طلعوا في الدوره الرباعيه دولت يبقى هم من ال 12 بس يعني الكلام ده بيتحدد بدايه الموسم يعني ممكن الموسم القادم. انا سمعت كده ان هو في كان ليها معترضه بس ما اعرفش ايه اللي حصل في اللي تم. طب خلينا برضو نتكلم يا كابتن عن الاجانب. يعني كل فرقه فيها محترفين, احنا معانا اثنين اجانب وايضا بتروجيت معاها لحد قول حضرتك يعني او اللي اعرفه اثنين اجانب برضه. هو دي حقيقه. هو النادي الاهلي جاب ريموند سيزيتو في بدايه الموسم وده لعيب في مركز اربعه كان محترف في دوله البحرين وكان عامل موسم كويس والنادي الاهلي اختاره والكابتن محمد مسالحي اختاره من خلال مبارياته في البطوله العربيه في البحرين في القاهره. عمل السنه اللي فاتت كان في البحر في القاهره. هو عمل 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 ماتش رائع يوم ماتش الزمالك يمكن برضه ساعد دور كبير ريموند ساعد كابتن عبد الله عبد السلام احسن معد في افريقيا وفي مصر ان هو كان تملي عنده احمد سعيد الفتى الطائر هو اللعيب الوحيد اللي كان بيشوط من سته فبالتالي كان عبد الله بيعمل بيه الفنت ويخلي احمد سعيد جاي من المنطقه الخلفيه هنا ما بقى عنده اثنين عنده ريموند وعنده احمد سعيد فبقى قدام نادي الزمالك فما بقاش عارفين الضرب جاي منين فايده بيرفع لاحمد صلاح باريحيه بيرفع للاعيبه اربعات باريحيه بيرفع السريع كازيمير المحترف الثاني اللي كابتن ميدو لما لقى عبد الرحمن السعودي مصاب ولقى عبد الحليم عبو مصاب بعد جاب كازيمير خلال الادوار النهائيه يمكن مجلس الاداره مشكورا وافق له على طول عشان نقدر ندعم الفرقه وتاخد البطوله. كازيمير برضه عمل ماتش جميل جدا خبط في ركبته وكده بس خلينا نروح لارض الملعب ونشوف الاجواء مع مراسلنا من ارض الملعب محمد توفيق ومريم سميح. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم, تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام كباتن مصر كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا وجميع متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال مباراه الاهلي وبتروجيت في الكره الطائره في اطار مباراه الجوله 13 من الدوري العام للكره الطائره. كان مباراه قويه النهارده ما بين الاهلي وبتروجيت, نتيجه الدور الاول اكيد طبعا يعني بتطغى على الاجواء هنا خاصه مع فوز بتروجيت دي المباراه الوحيده للنادي الاهلي خسرها, لكن اعتقد ان دي كانت يعني زي ما بنقول حاجه فوقت النادي الاهلي. النادي الاهلي بعد هذه المباراه لم يخسر الا شوط واحد واعتقد انها كانت لعنه على بتروجيت اللي بعدها نتائجه سائد بشكل كبير. تفاصيل اكتر مع زميلتنا مريم. مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وطبعا برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وطبعا برحب بضيوفك الكرام طبعا كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا نجومنا طبعا. يعني يا كابتن عايزين نتكلم اكتر عن فريق النادي الاهلي المتصدر الدوري طبعا ب 31 نقطه ما بينه وما بين المركز الثاني نادي الزمالك يمكن نقطتين. النهارده يعني صفوف الفريق مكتمله, ما كل الامور ستيبل الحمد لله. يمكن دي المباراة الأولى في الدور الثاني, طبعا كنا عارفين إن في مباراة مؤجلة ما بين الأهلي وسموحة أو يعني سموحة والأهلي تحديدا. النهاردة يعني الأهلي داخل بأريحية كبيرة عايز يعوض خسارته في الدور الأول أمام بتروجيت. يعني طبعا أكيد لعب 11 مباراة خسر مباراة واحدة فقط أمام بتروجيت وده اللي هو عايز يعوضه النهاردة. يمكن اتكلمنا مع الجهاز الفني لا يوجد أي غيابات طبعا زي ما قلنا في البداية صفوف مكتملة الأركان, يمكن ده اللي مدي اريحيه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي واثقين في نفسهم وكمان واثقين في الفوز. يمكن كمان عايزين نقول ان النهارده يعني الطابع بيغلب طابع اخوي او يعني عايزين نقول صراع الاشقاء في المباراه لان طبعا يعني المدير الفني يعني ميدو مصلحي والمدير الفني لبتروجيت هاني مصلحي. عايزين نقول كمان ان في يعني لعيبه كتير جدا تم اعارتهم من النادي الاهلي لصفوف بتروجيت وده اللي هنعرفه ونعرف تفاصيل اكتر
يعني عنه مع زميلي محمد توفيق. كان كابتن هيثم زي ما كنت حضرتك بتتكلم وضيوفك الكرام في المقدمه ان في عدد كبير جدا او النادي البتروجيت دايما بيقال عليه ان هو الاهلي بيه، ويمكن مدربين ولاعبين كتير جدا لعبوا للناديين. يمكن في اكثر يعني 3 لاعبين اعارات من النادي الاهلي، يوسف مرجان، يوسف حمدي الصافي، وعمر زكريا، دول اعاره من النادي الاهلي البتروجيت وهيكونوا مشاركين النهارده ان شاء الله في اللقاء من بدايته. يمكن كمان في اكثر من لاعب، لاعب شريف ايمن لعب في النادي الاهلي، علاء قطب، باسل مصطفى، الليبرو النهارده فريق بتروجيت، كل دول سبق ليهم اللعب في النادي الاهلي. اعتقد دوت عامل يعني زي ما بيقولوا حاله تنافس كبيره، ويمكن ده ظهر في نتيجه الدور الاول. وزي ما انتم قلتوا برده في المقدمه، يمكن بتروجيت دايما بيطلق عليه الحصان الاسود في مسابقه كره الطايره، لكن ان شاء الله النادي الاهلي زي ما قلنا النادي الاهلي بعد خساره بتروجيت ما خسرش غير شوط واحد. اعتقد النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يحسم يعني المسابقه بشكل كبير، وان شاء الله يظل على الصداره. وان شاء الله يمكن كمان حابب اقول لك قائمه بتروجيت النهارده اللي هتبدا المباراه، يمكن بيبدا النهارده بعمر زكريا، علاء قطب، مهاب وليد، مروان عاطف، كريم احمد، احمد حماده، احمد عزب، يوسف مرجان، شهاب عزب، اسلام ساجد، يوسف الصافي، شريف ايمن، باسل صلاح، وعبد العظيم عامر. يمكن ابرز الغيابات النهارده اللي بتغيب عن صفوف بتروجيت هو المحترف الكونغولي اكزو، ويمكن في المحترف الثاني ساجد، ده محترف عراقي موجود النهارده في احداث اللقاء وهيكون موجود ومشارك. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كابتن هيثم، طبعا يعني اخد من كلام زميلي محمد توفيق، وعايز اقول طبعا عن قائمه النادي الاهلي النهارده: عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، احمد صلاح، احمد قطب، احمد سعيد، احمد عبد العال، محمود رؤوف، ريموند، عبد اللطيف، محمد عادل، كراسمر، كمان عبد الرحمن حسين، محمد معوض، محمد رمضان. زي ما قلنا في البدايه لا يوجد اي غيابات. طبعا يعني النادي الاهلي عايز يحسم نتيجه النهارده المباراه في البدايه او يعني مبكرا. طبعا بنتمنى كل التوفيق، وطبعا بنتمنى يعني الفوز للاخ الاصغر ان شاء الله. زملائي العزيز، طبعا تحياتي ليكم محمد توفيق ومريم سميح، بشكركم على المجهود الرائع والمعلومات الجميله اللي انتم رتبتوها الحقيقه وقدمتوها لنا، بشكركم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا عن بدايه مباراه الاهلي وبتروجيت، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبفكركم تاني اللي مش قادر يشوفنا على شاشه قناه النادي الاهلي، البث المباشر ابتدى على صفحتنا على الفيسبوك وايضا قناتنا على اليوتيوب، تقدروا تتابعونا وتتابعوا المباريتين ان شاء الله من خلال طبعا مواقع التواصل. اروح لضيفي كابتن احمد زكريا. يمكن كابتن حضرتك مدير قطاع الناشئين، ما ينفعش يبقى مباراه زي دي وفي العديد من ولاد النادي في الفرقتين وما نتكلمش عن وضع القطاع النهارده شكله، اتفضل يا كابتن. طبعا يمكن احنا اول سنه نمسكها السنه دي لقطاع الناشئين برئاسه الدكتور وجيه حمدي، هو الرئيس الجهاز، وانا ماسك قطاع الولاد والميني فولي، وكابتن تهاني توسن ماسكه قطاع الناشئات، يعني يعني جهاز متكامل الحمد لله ما شاء الله. احنا طبعا كنا هدفنا كله ان احنا يعني كل اللاعب يبقى لاعب في النادي الاهلي، هو اهم حاجه ان هو يتصعد لدرجه اولى او يلعب منتخب في الاول، يعني يلعب منتخب مصر. فاحنا ده احنا كان هدفنا، وعنا على لعيبه يعني كتير قوي ان هم لا يعني لازم اللعيبه دي تبقى في وضع احسن من كده، واحنا مهتمين بالفرق، تم اعدادهم بشكل افضل. عندنا استعنتوا بحد من بره؟ اشتريتوا حد يا كابتن السنه دي في قطاع الناشئين؟ ويمكن لاعب واحد بس اللي جبناه في مركز ثلاثه في 17 سنه. ان احنا عندنا معتمدين يعني كل المراحل السنيه دي والصغيرين على اولاد الاعضاء يعني. بس خلي بالك حضرتك مركز ثلاثه بالذات ده نادر شويه. عشان كده انت بتبقى عايز فوق ال 10، فعشان كده هو اللاعب. جه منين يا كابتن واسمه؟ جه من اسمه عبد الله، من نادي بنها، ولاعيب كويس وان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كويس يعني ان شاء الله. ما شاء الله. يعني احنا هندعم بقدر محدود جدا في ال يعني عندنا قاعده كبيره كده. عندنا قاعده وبس، في اهتمام بقى ناحيه بدنيه كويسه جدا، ناحيه خططيه، ناحيه فنيه، احنا بنحاول ان احنا نطورهم كتير قوي. فاحنا عندنا في الفريق ال 19 سنه ده احماء الفريقين يا كابتن، معلش قطعت حضرتك، ده احماء الفريقين ولقطات حيه من ارض الملعب وخلاص بتهيألي خلاص هو ده ضرب الشبكه وارسال خلاص 10 دقائق او حاجه. اتفضل. فاحنا عندنا فريق الشباب، في 6 لعيبه في الفريق المنتخب الشباب اللي كان برضو منتخب ناشئين وطلع الرابع العالم،
وكابتن ميدو يعني تقريبا بيستعين بيهم كل الماتشات اللي في الدور التمهيدي يعني. عشان هم دي فهم دي فرقت معاهم كتير جدا. مواليد كام يا كابتن هم تقريبا؟ كلهم مواليد 2001 و2002. في ممكن يعني برضو ابرزهم عبد الرحمن الحسيني. وهو دلوقتي موجود هو موجود بس يمكن عشان النهاردة. عشان حاله الوفاه بتاعت والدته طبعا. لكن هو يعني يعتبر احمد سعيد الثاني ان شاء الله يعني. طب يا كابتن قول لي برضو يعني خلينا نقول انه عندنا مشكله كل سنه، دي مش مشكله دي حاجه كويسه، بس احنا يعني ممكن تبقى مشكله بالنسبه لنا ان في مجموعه من اللاعبين بيطلعوا دائما ابدا، تلات اربع خمس لاعبين كويسين طالعين الدرجه الاولى. هم دول الجيل الحالي ده اللي كلهم هيبقى مفروض ان هم يعني في حوالي اربعه منهم هيصعدوا للفريق الاول، واعتقد لازم ان هم هيبقى عندهم بطوله عالم في شهر 9، فلازم طبعا يبقى يا اما موجودين في الفريق يا اما هيطلعوا اعاره لمده سنه او سنتين لحد ما يرجعوا تاني للنادي الاهلي. لكن هم لعيبه يعني ما يقدرش الكابتن ميدو يعني يسيبهم. في فرقه 17 برضو في 3 4 كويسين، في يمكن فرقه 15 وهيبقى يعني في 2 لعيبه او 3 هم من ضمنهم يوسف الصافي. حمزه الصافي صح. طب كابتن ممدوح، يمكن كلام كابتن احمد لمنا كده الدنيا في قطاع الناشئين، طب رايك ايه في الموضوع ان دائما كل سنه عندنا جيل بيطلع بيبقى فيه 5 6 منه كويسين جدا، ولكن الدرجه الاولى بتبقى الفريق ممتلئ بكفاءات ومواهب كبيره. الميزه اللي عملها الكابتن محمد مسلحي وسياسه النادي الاهلي ومجلس الاداره في توأمة الأندية اللي احنا كابتن محمود الخطيب عملها مع نادي الاتحاد ومع نادي سموحة وموجودة مع بتروجيت من سنين طويلة، هنا استفاد كابتن محمد ان هو طلع لعيبة النادي الأهلي اللي هي كانت مصعدة للدرجة الأولى وداها لنادي بتروجيت على أساس ما يفرطش فيها، وفي نفس الوقت تاخد خبرة والكويس منهم يرجع النادي الأهلي. طب بيطلعوا إعارة يا كابتن برضو؟ أنا عايز أعرف التفاصيل، يعني هل بيبقى في عقد بينه وبين النادي الأهلي وبيروح من خلال هذا العقد للنادي الآخر، ولا عقد مباشرة مع النادي الآخر والنادي الأهلي مش طرف؟ هو في سكتين. سكة حسب قوانين الاتحاد المصري للكرة الطائرة هو سامح بكام لاعب إعارة من كل نادي لنادي آخر. كام يا كابتن؟ يمكن السنة دي طلعوا قرار إن إعارة يروح لاعب واحد. ما ينفعش نادي ياخد من نادي تاني اربع خمس وخبرتك لاعبين، فبالتالي القوه هتبقى اقوى اكتر عشان النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ممكن كده يعني هو بيقول يعني عشان الفير بلاي ممكن لو نادي الاهلي ودى 3 4 5 اعاره في نادي واحد يعليه. دي حقيقه دي حقيقه، فهو مش عايز يسيب الموضوع ليه بكده. فهو ليها سكه تانية برضو ان هو بتمضي اللاعب اللي هو طالع اعاره دوت وخبر حضرتك بتمضيه عقد في النادي الاهلي وبيروح يمضي للنادي اللي رايح له اعاره سنه واحده، وبعد السنه بيحصل اعاده تقييم تاني وخبر حضرتك كابتن محمد مسلح بيشوف اللاعب ده فعلا زاد خبره مستواه زاد فبيقدر يرجعه تاني. والله ممكن يبقى بدل السنه يبقى سنتين يبقى ثلاثه لسه لغايه ما اكتسب خبرته. حسب برضو المراكز اللي محتاجها الكابتن محمد مسلح في الدرجه الاولى، مين لعيب كبير، مين لعيب بطل، مين لعيب مصاب، مين لعيب سنه زاد ممكن وخبر حضرتك يستغنى عنه او يروح يلعب في نادي تاني او يعتزل ونستفيد بيه في مجال التدريب. هي منظومه. من كلامك حاجه حلوه جدا يا كابتن، يعني الفريق النادي الاهلي اللي احنا شايفينه قدامنا ده واللقطات الحيه من ارض الملعب ده منتخب لاربع خمس فرق. ده حقيقة. يعني انت اربع خمس فرق انت ولادك موجودين فيهم وانت متابعهم، عشان تحجز مكانك في هذا الفريق لازم تكون مقدم مستوى يفوق اللي موجود جوه الفريق، فده يعتبر منتخب. دي حقيقه. يمكن هنا الكابتن محمد مسلحي والكابتن احمد صلاح اما رجع النادي الاهلي تاني كان قبليه موجود احمد قطب اللي هو في وقت من الاوقات لما رجع احمد صلاح كان قطب جاله رباط صليبي وقدر في افريقيا وخبر حضرتك، فقدر بعد ما قطب وخبر حضرتك جاله الاصابه احمد صلاح رجع وشاله وبقى متالق تاني وبقى نجم النجوم. طبعا هو نجم النجوم من زمان طبعا، من هو طبعًا عنده 17 سنه يمكن برضه احنا استفدنا بيه في الدرجه الاولى واثبت نفسه وعلى مدار تاريخ طويل حقق القاب وانجازات للنادي الاهلي. يمكن حضرتك عملت حلقه رائعه كل الناس بتتكلم عليها في استضافه اسطوره من اساطير ورموز الكره الطايره المصريه احمد صلاح، بيسطر تاريخ هو عبد الله عبد السلام. ويمكن الناس ليه يعني بتقول اللعيب الكبير بطل؟ لا، انا اللعيب الكبير ما دام قادر يدي بس خلينا يا كابتن اقطع حضرتك مؤقتا، نروح لارض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاء مهم مع هاني مصلحي مدير فني نادي بتروجيت. اتفضل يا محمد.
من جديد كابتن هيثم تحياتي ليك ولضيوفك الكرام، وبينضم لنا دلوقتي كابتن هانم صلحي المدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن هانم برحب بك في البدايه، مباراه كبيره امام النادي الاهلي طبعا، يعني زي ما بنقول نتيجه الدور الاول اكيد مؤثره على المباراه النهارده. النادي الاهلي خلاص يعني زي ما بنقول عامل حساب بتروجيت كمان بزياده، شايف المباراه ازاي وقلت للاعيبتك النهارده قبل المباراه؟ هو طبعا انا بسلم على كابتن هيثم، بقى لي كتير ما شفتوش، والاستوديو اللي هناك وحشني جدا، كنت بروح معاه كتير، وطبعا كابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح. طبعا ماتش كل اللعيبه بتحب تلعب قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي قيمه كبيره طبعا كلنا تربينا فيه. يعني نتيجه الماتش الاولاني كانت عامله زي لعنه الفراعنه بالنسبه للفرقه، خدنا كده اسبوعين اللعيبه كانت في حاله يعني حاله نشوه كده، خسرتنا ماتشين، لكن الحمد لله رجعنا تاني وابتدينا نعمل نتائج كويسه. لكن للاسف الفتره اللي فاتت عندنا حالات اصابات كتير يعني من اللعيبه الاساسيين، احنا هنحاول دلوقتي نرجع تاني للنتائج ونحاول نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله، ونطلع لمركز اللي احنا كنا نطمح فيه ان احنا نبقى في المربع ان شاء الله باذن الله. تحيات كابتن هيثم السعيد لحضرتك والضيوف في الاستوديو، برحبوا بيك ولك مكان موجود في اي وقت، ونتشرف ان شاء الله في الاستوديو. اهم الكلام اللي قلته للعيبه النهارده قبل مباراه كبيره زي كده، بص يعني هو بس عشان فاضل دقيقه احنا ممكن نتكلم بعد الماتش، لكن اهم حاجه اقول لهم ان الماتش زي ده بيبقى متابع، يعني قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي بتذيعه، مصر كلها بتشوفهم، فكل واحد بيقدم نفسه، بالذات ان كل اللعيبه اللي موجودين عندنا صغيرين في السن، كلهم 21 سنه 22 سنه، فيعني احنا بنقدم الحمد لله لمصر تيم محترم، خلال السنتين ثلاثه جايين هيبقى له مكانه كبيره باذن الله. اخيرا وسريعا كابتن هيثم بيسالك عن اصابه المحترف الكونغولي النهارده. هو الحقيقه يعني المحترف العراقي خف وهيلعب النهارده، انما الكونغولي وهو يعني قوه ضربه جدا معانا، هو اصابته ان شاء الله، نتمنى ان هو يلحق ماتش الزمالك يوم الاثنين، هو عنده سبرين انكل، نتمنى انه يلحق يوم الاثنين ان شاء الله. شكرا كابتن هانم. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن هانم صلحي، ودلوقتي الكلمه ليك وضيفك الكرام. زميلي محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، كان لقاء مهم مع كابتن هانم صلحي شقيق طبعا كابتن ميدو صلحي المدير الفني لنادي الاهلي. كابتن احمد يمكن يعني برضو عامل حساب لنادي الاهلي، ودي اخلاق النادي الاهلي حتى لو بيلعب قصاد النادي الاهلي. طبعا هو يعني ما يقدرش ان هو كان بيلعب في النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ان هو يعني الماتش، لا يعني هو طبعا ده يعني شخصيه محترمه جدا، دليله كسب الاهلي للدور الاول، شخصيه محترمه جدا، وما يقدرش يعني ما الواحد ما يستوعبش انه في مدرب ممكن ان هو مثلا يكون في نادي ثاني ويروح مش مع النادي الاهلي. يعني توقعات حضرتك للمباراه يا كابتن؟ يعني الاهلي ولو لعب نفس الاسلوب بالضغط بالارسال على نادي بتروجيت طبعا الماتش هيبقى سهل بالنسبه له، وبتروجيت لازم يعمل مجهود قوي جدا عشان يقدر يجاري النادي الاهلي، ولازم يلعب زي برضو ما توقعنا باي فرقه بتلعب النادي الاهلي لازم يلعب ارسال بريسك عالي جدا، وده يعني زي ما حصل مثلا في نادي الزمالك ان في شوط ضيعوا 9 ارسالات. صحيح. ان اللاعب رايح مضغوط جدا ما يقدرش يلعب ارسال ضعيف عشان عند النادي الاهلي الهجوم بتاعه صحيح. قوي جدا. صحيح. فكان بيلعبه فبيضيع اللاعب يتوتر فبيضيع الارسال كتير جدا. صحيح. فلازم هو لازم. طب خلينا يا كابتن قبل ما نروح الملعب برضو ناخد توقع كابتن، انا اسف لمقاطعه حضرتك. توقعك سريعا يا كابتن شرحيل لارض الملعب. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب 3-0. صريحه كابتن زكريا خلع مني شويه. لا قلت لازم هو لازم عشان ياخد شوط لازم يعمل يبقى لعب بجد، لا مش جد لا يعني يعمل مجهود جبار جدا، لازم ارساله يبقى من اول الشوط. صحيح. يعني دايما اللعيبه في اول الشوط بيضيعوا ارسال كتير قوي، ف ان شاء الله كابتن. اذا خلاص اللحظات وتبتدي المباراه، استاذن ضيوفي واستاذن حضراتكم نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن محمد عفيفي عشان ننقل لحضراتكم احداث مباراه الكره الطائره رجال ما بين النادي الاهلي وبتروجيت، فإلى هناك.